متمكن من افتتاح النتيجة عبر البنيني جاك نيسان. ونفس اللاعب يمضي الهدف الثاني بعد توزيعه من الصادق لوريمي، وثالث هدف للبنيني في هالموسم. الكرة تصل جاك نيسان داخل المنطقة، العملية اللي سقط من خلالها المهاجم بعد المحاضرة وفي الحارس، الحكم يتوجه لإنذار المهاجم ويعتبر اللقطة فيها تضييق، لكن المساعد يشير إلى وجود ضربة جزاء. إشارة وقتها احتجاجات من لاعبي التجديزة، وبالأخير حكم الساحة يقر بوجود ضربة جزاء. يتولى تمريرها بنجاح صادق الغني من جانب خارج الجنوب. زملائنا بن سعيد كيفاش يحافظوا على اتفاقية الهدف الوحيد. هذا الاخير يتصدى وبداية ربع ساعة الأول من هذه اللقاء عقيدة بدأت خارج الجرجيس، حيث لم ينجح الفريق وخاصة الهداف جاك نيسان خصوص محاولات مونتيريا للتسجيل والتهديد. الشوط الأول ثلاثية الترجي الجرجيسي أسبق في النتيجة في الدقيقة 35. نلعب الدقيقة 90 زي 30 مرة أخرى جاك نيسان اسكندر القصري مدرب الترجي جات الجرجيسي عند من تنطلق في هذه المباراة، وانت عندك ثلاث نقاط في رصيدك في الجولة الأولى. أمت علي جويلة بنفذ الكرة جويلة إلى جاك بيسان
يربح المخالفة. ويعكس الهجوم واللي دخل الدفاع عن طريق محمد الشيباني. محمد الشيباني كره مازالت ما خرجتش الطريقه المثلى. هذه الكره حتى يرجع الكره بالسم خلف الجنبي ترجع من شاكر الركاعي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. جاك بيسون يلعب مع الروسي لوسكا ثم جاك بيسون والمرة أخرى ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. جاك بيسون والمخالفة هذه البارك المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. أو جاك بيسون هداف الترجي الرياضي الجرجيسي عنده جوج أهداف منذ انطلاق لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هذه إعادة العملية منذ بدايتها. هذه العملية اللي فيها المخالفة سهله عند الحارس بشير بزيه.
راشد جرجي الكوتش.